اهلا وسهلا بكم في قناتي. لوصفة اليوم لدينا حلوى محشوة ولذيذة بسيطة تسمى الوربات. يأتي من الشرق الأوسط وعادة ما يؤكل مع فنجان شاي أو قهوة. هيا بنا نبدأ. انشر رقائق البقلاوة على لوح تقطيع وقطعيها إلى مربعات متساوية. لحشو استخدام جبن الريكاتا، ولكنك يمكنك استخدام حشوة أخرى مثل القشطة. ضع الملعقة من الحشوة على نصف المربع، ثم طول المربع على شكل مثلث. تواصلي بنفس الطريقة مع البقية. احضري الصينية وتهني قاعها بالزبدة، ثم انقل المثلثات إلى الصينية. صبي نصف كوب زبدة مذابة على المثلثات، ثم ادهني كل منهما لتغطيها بالزبدة بالكامل. الحلو جاهز للخبز. سخن الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت أو 190 درجة مئوية، واخمزيها لمدة نصف ساعة أو حتى تصبح ذهبية اللون. الحلو على وشك الانتهاء. نصب العسل عليها مباشرة بعد أن يخرج من الفرن. استخدمي بعض الفستق المطحون للتزيين. إنها لذيذة جدا. يامي. إذا كنت قد استمتعت بهذه الوصفة، من فضلك لا تنسي الإعجاب والمشاركة والاشتراك. شكراً.